شرف ضمير، شرف هو الضمير، شرف بيجي من هون ومن هون بس. هي هي هلا بمجتمعنا نقول كشرقيين مثلا عم بيربطوا الشرف هو مثلا بالمرأة، إذا كانت هي مثلا بتصرفات معينة إلها أو إذا كانت في إلها علاقات معينة مثلا، فبيقولوا هذا امرأة شريف أو غير شريف. نفس الشيء بيرتد على الرجل. شرف هي صفة بتمس الروح والنفس أكثر. الشخص الشريف هو شخص صادق، شخص أمين، شخص عنده ترانسبرنسي، عنده شفافية مع الناس.